ثم أما بعد، ونحن مقبلون أيها الإخوة الأفاضل على شهر رمضان الأبرك، نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا إياه بفضله ورحمته، وأن يبارك لنا في هذه الأيام البواقي من هذا الشهر شهر شعبان. نسأله جل وعلا أن يجعلنا معافين أقوياء عزائم وأبدانا على الصيام والقيام، مخلصين لله الواحد القهار. قلت ونحن مقبلون على هذا الشهر الكريم لا بد وأن نهيئ أنفسنا لتلقي رسالات الله جل وعلا، تلقي رسالات الله. وذلك أنه كما علم ولدى جميع الناس من المعرفة بطبيعة هذا الشهر أنه شهر القرآن الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالتهيؤ لهذا المعنى العظيم قلت هو بأن نهيئ أنفسنا جميعا لتلقي رسالات الله. والقرآن الكريم هو هذه الرسالات عينها، لأن القرآن الكريم الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبارة عن آيات كما تعلمون. وقد علم في نص القرآن الكريم وفي نص السيرة النبوية الصحيحة أن القرآن نزل منجما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي أقساطا أقساطا. فكانت تنزل الآيات الخمس أو السبع أو أقل من ذلك أو أكثر، فيشتغل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بما فيها من عمل، حتى إذا أثمر ذلك العمل صارت له ثمرات أو ثمرات في الأرض سلوكا ومنهاجا، أنزل الله بعد ذلك جل وعلا جل شأنه وتعالى ذكره، أنزل سبحانه وتعالى آيات أخر على مقتضى الحاجة كما يرى كما تقتضي حكمته سبحانه وتعالى. فهذا المعنى المعلوم من تاريخ السيرة النبوية وتاريخ القرآن الكريم بداهة، يعني معلومات طبيعية كل الناس أو كثير من الناس جدا يعلمونها. لماذا هذا الأمر؟ هذا الشيء زعما نتأمله احنا باش يمكننا نستفيد من القرآن الكريم بإذن الله. قلت أولا هذا الأمر كان كذلك لأن القرآن عبارة عن رسالات بهذا الجمع، كما يعبر النحاة جمع صحيح سالم، رسالات وليس رسائل بل رسالات، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، إلا بلاغا من الله ورسالاته. كل آية من القرآن الكريم، كل آية تتضمن رسالة أو رسالات أو أكثر، كل آية فيها رسالة أو عدة رسائل أي رسالات، والآية التي بعدها وهكذا وهكذا. فإذن القرآن مليء بالرسالات بهذا المعنى. فالله جل وعلا حينما نقرأ كتابه سورة سورة فنحن في حقيقة الأمر نقرأ رسالات الله، وهذه الرسالات أرسلها إلى الناس أجمعين. ما المقصود بالرسالات؟ ليس المقصود يعني الرسالة بالمعنى العادي للكلمة، أن واحد أرسل لك رسالة وله المثل الأعلى جل وعلا، يعني يخبرك بأخبار وحسب، ليس الأمر كذلك. صحيح القرآن فيه أخبار، أخبار عن الماضين، أخبار عن المستقبل، أخبار عن الآخرة، أخبار كثيرة، لكن هي ليست من قبيل الخبر الذي هو عبارة عن يعني معنى يحصل في النفس وحسب يصف واقعا أو يصف ماضيا أو حاضرا أو مستقبلا. فيه هذا ولكن فيه زيادة، زيادة ضخمة جدا وهي محل الأمر. هذه الزيادة هي أن
يعني هذا المعنى الزائد أو المعنى الأعمق، وأن الرسالة حينما تأتي من عند رب العالمين تكون عبارة عن الرسالة الواحدة هي كلمة كلمة. فرسالات القرآن هي أيضا كلمات القرآن، وبهذا الجمع أيضا صحيح سالم، أو بالأحرى كلمات الله، كما ورد النص عليه والتعبير به في القرآن الكريم كلمات الله. هذه الألفاظ هذه هي ألفاظ دقيقة جدا، بحيث إن الكلمة الواحدة التي تتضمن أو الكلمات بالأحرى التي توجد داخل الرسالة الواحدة، قلنا القرآن عبارة عن صور، الصور آيات، الآيات كل آية في حد ذاتها فيها رسالات، وكل رسالة أو كل رسالة فيها كلمة أو كلمات. إذن ما كلمات القرآن؟ بحر لا ساحل، كلمات القرآن. هذه الكلمات هي عبارة عن إرساليات تطبيقية عملية لا تدرك بالفهم المجرد فقط، وإنما تدرك حقائقها حينما يدخل العبد في العمل بها. ولذلك تجد هذا المعنى في القرآن الكريم يوجد في غير ما سياق، أن الكلمات هي عبارة عن أعمال وليس عن كلام وحسب، أعمال. ومن طبيعة الكلمة أنها ابتلاء، الكلمة هي ابتلاء يتعرض له الإنسان، ابتلاء ينزل من عند الله عز وجل، أو قضاء وقدر، قضاء أو ابتلاء، وكل ذلك بمعنى يعني متقارب، كما في قوله جل وعلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه. فيعني هذه الكلمات هذه ليست مجرد كلام، بل هو وإذ ابتلى، ابتلاء يعني اختبار وامتحان، فأدخل الله جل وعلا إبراهيم في أعمال فأتم تطبيقهن وتنفيذهن، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. لم تكن الكلمات هنا مجرد ألفاظ تلفظ بها آدم، وهي كلمات التوبة، ولكن عبارة عن شعور وإحساس وطفرة عمل، أو عبارة عن طفرة عملية كما هو معروف عند العلماء في تعريف التوبة، فإن الإنسان لابد أن يحقق فيها ندما على ما فات وإقلاعا عما كان عليه وتدشين مرحلة جديدة. يعني توبة عبارة عن تحول وجداني نفسي قلبي، وأيضا يعني عبارة عن حركة جارحية، يعني الإنسان يطبق شيء حاجة بالجوارح ديالي، هكذا تسمى التوبة. فما تلقه آدم من ربه عبارة عن هي ألفاظ، نعم كلمات، هي كلمة التوبة، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ولكن هذه العبارات عبرت عما وقر بقلب آدم عليه السلام من ندم ومن إقلاع ومن تحول، فهي حركة وجدانية واقعية عملية عميقة جدا في النفس، الكلمات وليست مجرد ألفاظ هكذا. ففرق كبير بين عبارة الكلمات كما نستعملها احنا في اللغة العامة يعني البشرية، وبين الكلمات بما ترد به من معنى في القرآن الكريم. وفرق كبير بين الرسالات كما ترد بين الناس من تخابرات ومخابرات ويعني اتصالات وتواصلات، وبين الرسالات كما ترد في كتاب الله جل وعلا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه، كان ناجحا عليه السلام في الإنجاز، وليس أنه انتكت بدل الكلام وهو يكمل، لا ليس هذا المعنى، ولكنه أتم الإنجاز فكان ناجحا 100% في الابتلاء الذي ابتلاه الله به. فكلمات الله، هذه الخلاصة اللي بغنا نوصل لها إن شاء الله، كلمات الله هي ابتلاءات للإنسان. ما من آية آية يتلقاها قلبك أيها العبد إلا وهي ابتلاء، إما أن يتمها الإنسان أي الكلمة أو الكلمات، وإما أن لا يتمها، وإما أن لا يدخل فيها أصلا. مع الأسف هذا واقع أكثر أحوالنا، يعني نحن نزعم أننا نتلو كتاب الله، ويعني وفي حقيقة الأمر
التلاوة الحقة يتلونه حق تلاوته، إنما هي تلقي كلماته، هذا لا يحصل فيما بيننا إلا قليلا، ولذلك أحوالنا أحوالنا. يعني لو كانت يعني لو كان القرآن الكريم يتلى حق تلاوته، لو كان تتلقى كلماته لأعطى نتائج في الواقع حتمية، تغير نفسي واجتماعي واقتصادي شامل. فالقرآن في حقيقة الأمر لا يتلقى حقيقة من لدن الناس. لهذا إذن نحن في حاجة إلى تدريب أنفسنا على تلقي كلمات الله، كما تلقاه آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات، وإنك لتلقى، هذا الخطاب لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وإنك لتلقى القرآن، تلقي، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذا التلقي هو نوع من تفاعل العملي والاستجابة، استجيبوا لله والرسول، استجابة، الاستجابة الوجدانية العملية، الدخول في أعمال الكلمات، الدخول في ابتلاءات الكلمات. ولذلك كان القرآن عبارة عن معراج، معراج حال السلول، معراج يعرج به الإنسان إلى مقامات، إلى المقامات العلى، إلى منازل الإيمان العلى، معراج حقيقة فعلا. فإنه في الحديث الصحيح، فإنه ذكرك في الأرض وروحك في السماء، وروحك في السماء، فهو معراج روحي حقيقي. فلهذا الإنسان إذن إذا أراد أن يستفيد حقيقة من كتاب الله القرآن الكريم فلابد أن يتلقى كلماته. يعني التلاوة التبركية كما يعبر بعضهم، التلاوة التبركية التي يضربون من ذكر لإيقاظ القلب وطرد الغفلة، جيد، أمر جيد حسن، لكن يعني الإنسان إذا أراد فعلا أن يسلك مسلكا ربانية يستفد من القرآن حقيقة، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يعني الكتاب نفسه. إذا أراد العبد فعلا أن يتلقى هذا، وهذا هذا المطلوب، هذا تلقي الرسالة، هذا معنى الإنسان أنه يعني تلقى رسالة الله جل وعلا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما بلغ القرآن إلى الناس شفاها وحسب، كلا أبدا، وإنما بلغه أحوالا، حالا، قبل أن يبلغه مقالا. لما كانت تنزل الآيات القلائل المرحلة الأولى ديال السيرة النبوية في العهد النبوي الأول، مرحلة مكة في العام الأول، والذي بعده يعني الأوائل، وما كان من القرآن قد نزل آنئذ إلا يسير. فهذه اللحظات يعني والدين والناس يتسترون بدينهم، ولم يكن من المسلمين إلا يعني الرهط القليل، يعني واحد العدد قليل جدا من الناس. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يجمع تلك القلة من أصحابه بشعاب مكة، يستخفي من كفار قريش، وبعد ذلك بدار الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه، ثم صار لهذا المنهج أيضا وجود بعد الهجرة ونصرة الإسلام، فصار له حضور في مسجد المدينة، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يصنع؟ كان يتخلق هو وأصحابه بتلك الآيات القليلة، عندهم خمسة ستة سبعة الآيات نزلت من هذه الصورة أو تلك، يجلسوا يشتغلوا على أنفسهم ويجتهدون على أنفسهم للتخلق بحقائق تلك المعاني ولتلقي معاني القرآن الكريم وحقائق الإيمان، حتى إذا صارت للنفس أحوال إيمانية بمقتضى ما تلقوا من آيات القرآن الكريم خرجوا آنئذ على الناس مبلغين. فقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام المشهور المتداول بين الناس، كثير من الناس يستعملوا على غير وجهه، بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، ماشي البلاغة تدير الخبار ديالها وكان، لا ليس هكذا. ما الدليل على ذلك؟ ما ذكرنا من الكلمات والرسالات، ثم أحوال الصحابة رضي الله عنهم. ولا يتلقى العلم إلا عن الكتاب والسنة، إلا عبر قناتهم هم، فهما كما فهموا وتنزيلا كما طبقوا. فأصحاب رسول الله عليهم رضوان الله إنما كانوا يبلغون آيات القرآن أحوالا قبل أن يبلغوها مقالا،
يبلغها بالسلوك ديالهم أولا، يعني بما صار لهم من أحوال، بما صار لتلك الآية من آثار نفسية وإيمانية على أنفسهم على ذواتهم أولا. فحينما يتكلم الصحابي الجليل آنئذ بالآية وقد صارت له صفة خلقا، يصير وقعها في أنفس الناس قويا عميقا تزال. كثير من الناس يعني يشتكي تقول له تلقى عنده أمراض نفسية وسواس كذا تخبطات شيطانية إلى آخره، نعوذ بالله. تقول له قرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، قرأ كذا كذا، يقول قريت حمرة وما أعطاش نتيجة، لم يقرأ. المشكلة ما قرأ، يعني صح تلفظ بآيات القرآن، ولكن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يخوضون معركة مع أنفسهم، يجاهدون أنفسهم تخليا وتحليا، تصفية وتحلية، بحيث أنه يخضعوا أنفسهم لعمليات جراحية نفسية باطنية من أجل التخلي عن أخلاق الجاهلية والتحلي بأخلاق الإسلام. هذا الأمر ليس يعني لا ينال بالتمني ولا ينال يعني بالكلام وحسب، لا أبدا، هذا خدمة عمل. لازم كيعرق على الآية، أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانوا كيعرقوا على الآية عاد كيوصلوها، يعرقوا وينشف على الآية حقيقة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، واش تقول ديال الآية في لفظها؟ حاشا، في المصحف أخف من أي شيء، ولكن ثقل الآية بما تتضمنه من كلمات، من كلمات هذا المعنى اللي تكلم عليه ديال الكلمات. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم، ولما نجح قال له قال إني سأجعلك للناس إماما، عدبة صلح تبلغ الإمامة. فالإمامة العلمية الحقة في الدين إنما هي بتلقي القرآن الكريم كلمات من عند الله يتفاعل معها العبد أولا، وتصير له أحوالا كان خلقه القرآن. وكيف هذه الأحوال؟ أحوال ثابتة لا تتغير على مقتضى معنى كلمة خلق عند العرب، لأنه مع الأسف الآن كان واحد مشكلة كبيرة جدا في فهم القرآن الكريم في هذا الزمان، لأن العربية المعاصرة من الحقائق من التي يعرفها أهل اللغة اليوم، من الحقائق المؤسفة أن العربية، أنا كنت أتكلم على المصحف مش على الفصحى، مش على الدارجة، فصحى. العربية الفصحى اليوم مش هي العربية القديمة، فرق كبير ما بين السماء والأرض كثير من الألفاظ والمصطلحات. علاش؟ لأن اللغة العربية في العصور المتأخرة تأثرت جدا بالترجمات واللغات الوافدة، استعملنا المعنى ديال العجم ديال الإنجليز ديال الفرنسيس إلى آخره، ولكن بالألفاظ ديالنا، اللفظة عربية وكلمة فرنساوي ولا إنجليزي ماشي ديالنا. ومن ذلك كلمة أخلاق. كلمة أخلاق الآن كما تستعمل في الكتب المدرسية ولدى كثير من الكتاب والأدباء، ما عندها حتى شي علاقة بالأخلاق اللي كاينة في القرآن الكريم والسنة النبوية إطلاقا. لأن كلمة أخلاق كما عندهم هما هي يعني كانت عند العرب المعنى ديالها معنى آخر، كيسميه العرب الآداب. الآداب، فالآداب ماشي هو الأخلاق، أخلاق حاجة أخرى. يعني لأنه الأخلاق كان نستعملوها إحنا يعني خضرة فوق الطعام، تقول له ودي مسلم ولكن يعني الأخلاق ديالو ماشي مزيانة، هذا بالمعنى القديم لكلمة أخلاق، إذن ماشي مسلم. ليست هي يعني تلك الجمالية كما هي عندهم في التعامل وفي الكلام وفي السلوك، هذه الآداب، تلك آداب. ولذلك البخاري ومسلم وغيرهما من كتب من الحديث كان يصنف كتاب الأدب في ضمن الصحيح، كتاب الأدب أو كتاب أو هذا من الآداب. هذه يعني تجد الفقهاء أو أهل الحديث يقول هذه الأمور من الآداب مش من الأخلاق. كلمة أخلاق هي أعمق. الأخلاق هي صفات لهيئة النفس،
سأشرح هذا على قدر المستطاع. صفات لهيئة النفس ذات ثبات لا تتغير، الخاء واللام والقاف في العربية الأصل ديال المعنى ديالها كما نستعمله بالدارجة اليوم، وهو على المعنى الأصيل معنى فصيح كلي مدرجوه الناس من الخلقة، يعني الخليقة مشكل اللي كتبدل خليقته، يعني حينما تكتمل هيئة الإنسان خلقة يعني الصفة ديالو الشكل ديالو اللي خلقه ربي عليه من اللي كيبلغ سن ديال الاكتمال البدني صافي ما كيزيدش طوال مثلا، يعني الهيئة ديال وجهه الشكل ديال الملامح ديالو ما يمكنش تغير لونه طوله عرضه سيماؤه ملامح ديالو، ولذا كيغيب عليك مدة كتعاود تلاقى ما كتلقاه هو على العموم، يعني تغيرات يعني كيسمان كينقص كيضعف هذا حاجة أخرى، ولكن السماء الملامح ديالو الشكل ديالو الوراثي كما خلقه الله كيشد واحد الصفة كيثبت عليها حتى يموت، هذا خلقة الخاء واللام والقاف. فهذه الكلمة التي هي الخلقة اسمه هيئة يعني الصورة ديالو اللي خلق الله عليها ثابتة، هذه الصفات ديال النفس يعني الطبايع ديال النفس التي تتخلق بها النفس لما كتوصل واحد الدرجة ديال الصفات الثابتة، الصفات الثابتة للنفس كيسميوها خلق، كيبدلوا غير الشكل ديال العبارة، أما شي حاجة اللي هي مجرد مجاملات ويعني وإحسان في التعامل يسمونه آداب، آداب. فالخلق إذن هي الطبيعة، ولذلك المغاربة كيقول واحد الحكمة الجبال يتبدلوا والطبيعة ما يتبدلوش، فهذه الطبائع هي المقصود بالأخلاق. فالله جل وعلا نزل القرآن تنزيلا منجما لأنه باش تبدل النفس ماشي سهل، ولله المثل على رب العالمين كيعطينا المنهج، هو قادر سبحانه باش يغير البشر في لحظة واحدة، ولكن من حكمته أنه جعل ذلك على السنن باش لما كيجيو أهل الإصلاح والدعوة يصلحون يتبعوا المنهج، لأن النفس البشرية ماشي سهل تبدل، هذا ماشي بنادم يعني ميكانيك ولا شي حاجة مادية اليوم في شكل وتبدلو غدا في شكل، صعب جدا، بل يحتاج إذن الإنسان اللي غتبدلو طبيعته راه بحال غتبدلو الصفة ديالو الخلقية، بحال واحد طويلة تردو قصير ولا قصير تردو طويل ولا بيض تردو أسود أو أسود تردو بيض، أو تبدلو واحد الصفة اللي يعني شبه مستحيل تبدل من ناحية الخلقية. فلهذا إذن القرآن كان كينزل بالطريف طريف وكيعطيهم يعني بضع آيات كيقولوا سير تخدم سير تمحن مع هذه الآيات يجاهد نفسه فيها، ولذلك كان القرآن جهادا أيضا، وبه جاهد الصحابة أنفسهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ومع الكفار أيضا كان جهادا جهاد المفاهيم والمعاني القرآنية، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، هذاك الضمير ديال به يعود على القرآن، جاهدهم بالقرآن ما هو شيء سيف ولكن حقائق معاني، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالنفس الإنسانية المسلمة تتحول وتخضع لتحولات بتحمل رسالات الله وبتحمل كلمات الله، والله فعلا الإنسان من اللي يشوف بهذا المنهج القرآن الكريم كتب ليه الفاتحة من أصعب الصور، هذه اللي كنقولوا إحنا كنمتلوها في المغرب رضوها مثلا ديال الحاجة السهلة كيقول له هذه بحال حافظ الفاتحة يعني بحال كتشرب الماء، ما شاء الله. مع الأسف الشديد شوف شحال بعدنا على القرآن وعلى المعنى وعلى الحقيقة دياله بعد كبير جدا، وهي أعظم صورة في كتاب الله على الإطلاق، وماشي غير هكذا كان الله جل وعلا جعلها تثنى في القرآن في الصلاة في كل ركعة كتعاود الركعة الأولى والثانية والثالثة، من هذه سورة الفاتحة ما كتسالاش، نعم لا تنتهي حقائقها بمعنى لا تنتهي كلماتها ماشي ألفاظها، ألفاظها محدودة آياتها سبع واحد اثنين ثلاثة سبعة سالت، ولكن الكلمات لا تنتهي لا تنتهي، تبقى غير في كلمة الحمد
الحمد لله رب العالمين، هذه الآية الواحدة هي آية واحدة، لكنها رسالات، لكنها كلمات، كلما تقرأها أنت مطلوب ومطالب بأن تدخل في ابتلائها. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه. أنت حمد الله على السراء وعلى الضراء، عافانا الله وإياكم. حمد الله على النعم من أصعب ما يكون، فما بالك بحمده على النقم، نعوذ بالله من النقم. نعم نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شكون اللي يقدر يحمد الله على النعم تمام الحمد فأتمه؟ لا أحد يستطيع، غير ممكن. ولكن مش غير ممكن تجلس الأرض، لا، لجل القرآن من أجل أن تستجيب لكلماته، وعلى قدر رقيك بمنازل الحمد يكون آنئذ تلقيك لرسالة الله صحيحا، وتكون تلاوتك للقرآن الكريم حق تلاوته. فهذا الأمر إذن راه ممكن الإنسان اللي بغى يخدم حقيقة نفسه، يخدم راسه، يجلس مع سورة الفاتحة رمضان كامل، رمضان كامل ومع سورة الفجر، من حمد لله وثناء عليه وتمجيد واستعانة وتوحيد ودعاء، كل مرة يترقى بمنازل هذه المعاني. وتعلمون أن ابن القيم رحمه الله كان من الربانيين، إن شاء الله قد ألف كتابه العجيب في 3 مجلدات مدارج السالكين بين منازل، غير آية واحدة فاش خدم، بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، جعل فيها 3 مجلدات من العمل، 3 مجلدات من الخدمة، ما فيش كلام نهائيا هذاك الكتاب ديال يعني النظري أبدا، كل تطبيق من بدايته في منزلة التوبة ومنزلة التوحيد إلى آخر منازل الإيمان التي أوردها، كله ابتلاءات عملية من إياك نعبد وإياك نستعين، خدمة كلها. فلو إذن اشتغلنا بالقرآن في الفاتحة وفيما نستطيع من سور المفصل، ما نتبعوا شيء البقرة آل عمران كذا، لا، فيما نستطيع من المفصل المحفوظ عند غالبية الناس، لو وجدنا عجبا سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث القرآن، ثلث ديال القرآن. كيف يعني ثلث القرآن في 3 و4 جمل؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثلث القرآن لمن استجاب لكلماتها، لمن استجاب لكلماتها، فيها مقام من أعظم مقامات الإيمان، ومنزلة من أعظم منازل الإسلام، الصمدية. الصمدية، الصمد في العربية القديمة يعني في الجدر اللغوي، كانت كتطلق هذه الكلمة هي من المعنى ديال اللغة على الكوديا اللي في راس الجبل، يعني الجبل الحجري، الجبل اللي كيكون ديال الحجر، يعني كيكون عبارة عن أحجار، حجرة فوق حجرة فوق حجرة، وداك الشيء مشدود كما خلق الله تعالى، وشي مرد شي طاح إلى آخره. بعض الأحيان كتكون بعض الجبال عندها واحد الراس فوق، كتكون في واحد الصخرة كتلة صخرية واحدة، حجرة واحدة، ماشي مركبة من عدة صخرات، لا، صخرة واحدة في الراس، الراس ديال الجبل، حجرة واحدة، يسميها العرب صمد، لأن الإنسان يصمد إليها. من هنا باش تقول كلمة ديال الصمود، إنسان صامد ثابت. وكانوا يصمدون أي يفزعون ويحتمون بشيء صلب قوي، حجر. فملي يحصل الإنسان يعني العربي في الصحراء وكذا، يعني إما سبوع أو وحش أو عدو، يصمد إلى يعني حجر أو إلى جبل، يصمد إليه ويطلع حتى لراس الجبل ويتسلق هذيك الحجرة. وعادة كيكون صعيب يطلع الإنسان بحال ذاك الحجر، كيكون يعني بواحد الشكل يعني لا يمكن الوصول إلى رأسه. فالله سبحانه وتعالى استعمل هذه العبارة
للدلالة على معنى آخر، على صفة من صفاته سبحانه وتعالى كما ينبغي له من جلال وكمال بلا تشبيه ولا يعني أي شيء من هذه المعاني. شيء معروف يعني هذه الأمور، أصول العقيدة معروفة، الإنسان رأى الحمد لله الناس يعني فاهمين مقصود. يعني حينما نصمد إلى الله كتهرب كتحتمي بالله سبحانه وتعالى، من يصمد إلى الشيء؟ عادة الإنسان اللي هارب فازع خيف كتقلب على شي حاجة تحميك، تأوي إلى جبل يعصمك من العدو، فكيقول لك ربي تعالى الله الصمد، بمعنى ما تكون في هذه الحالة أجل عند الله، فستجد الأمان تام والضمان، لن يصلك الشيء، أنت في جوار الله، أنت في الحماية الكونية، لأن رب العالمين مسيطر على الكون كله، ورب العالمين هذا الذي لم يلد ولم يولد، الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه، لا مثيل له. فسورة الإخلاص بهذا المعنى إذن إذا قرأتها، إذا تلوتها ولم أجد لها ذلك الأثر المطلوب بقلبي، وأي أثر؟ آثار عدة، لأنه الإنسان يعني كما ورد في الحديث وسأذكر أحاديث كثيرة وسأذكر بعضها، سورة الإخلاص والمعوذتين عادة تقرأ هذه السور الثلاث عند الفزع للتعوذ وللاعتصام بالله عز وجل. الله الصمد، يا واحد نوع من اللجوء إلى الله بما هو سبحانه وتعالى الصمد الذي تصمد القلوب والعباد إليه فتحتمي به الصمدية. إذن إذا كنت في موقفي فزع، واحد المنظر لواحد المكان فيه الخوف، بنادم خايف على رأسه أمام عدوين أو أمام مشكلة أو أي شيء كما بغيت تصوره في خيالك، وقرأت هذه الصورة وذلك الفزع والخوف ما حيجش بقى في قلبي، ما معنى ذلك؟ معناه أنني لم أتلقى كلمات الإخلاص، قرأت ذلك باللسان لكن ما عنديش الخلق، كان خلقه القرآن، خلق الإخلاص ما عنديش. تكلمنا على معنى الخلق، أي أن تلك الهيئة النفسية والصفة السماء الخلقية الثابتة ما تبنتش في القلب، وربي سبحانه وتعالى كان كينزل القرآن كيبني به عمارة بشرية، كان كيريب الجاهلية التي في قلوب الناس، أنت امرؤ فيك جاهلية، كان يهدم جاهلية القلوب ويبني عمارة الإسلام في الناس، فأخرج للناس ناسا ولا ككل الناس، خرج واحد النوع من بنادم ما عمره ما خرج، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لما؟ لأنهم تخلقوا بأخلاق القرآن. فإذن أقرأ الفاتحة وأنا لم أتخلق بخلقها ما تعطيش نتيجة، وهذا الحاصل في كثير من الأحوال. لكن حينما تجد أنك بمجرد أن تقرأ سورة الإخلاص أو الفاتحة أو المعوذتين تجد كأنه قد أهرق عليك سطلون من الماء البارد، فصار ذلك الخوف كما صارت النار على إبراهيم، صار عليك بردا وسلاما، معناه أنك يعني ابتليت بالإخلاص فأتممته أو قاربت. أنت كل مشاعر الإتمام، نحن لسنا أنبياء ولكن قاربت، قاربوا وسددوا، فيعني اشتغلت بالقرآن على أنه رسالة، على أنه كلمات، والله جل وعلا إذ يعلم سبحانه قصد العبد في هذا يعينه ويسهل عليه. فإذا لم يكن كذلك القطرسي أنا ما زال مدبدب، إذن في حاجة إلى مراجعة نفسي، في حاجة إلى يعني الدخول في ابتلاء التخلق، وهذا لا يكون إلا بالتخلي والتحلي. إذا غادي نوحد الله حقيقة أول شيء أتبرأ من كل الشركيات، تقطع صلتي بكل شرك، مستحيل أن تنال خلق التوحيد ولا يزال في قلبك شيء من الشرك. الله عز وجل لا يقبل الشريك، ما يعطيكش ثمار الأسرار من منزلة، أي منزلة إيمانية وأنت تعمل بنقيضها، وأنت في الجهة الأخرى من الحزب الآخر غير حزب الإيمان، ما يمكنش.
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فإذا حينما تقطع الصلة بالشرك أولا وتأتي إلى الله كاملا، تجي كلك، ما تخليش طرف منك مخبع، لا تجي كلك، بمعنى تأتي بقلبك وقالبك بنفسك بمالك بكل شيء، تصير كلك لله، ثم كن على يقين بأنك ستتذوق حقائق الإيمان، وستتخلق نفسك، أنت تبدأ تعجب من رأسك، ستتخلق نفسك بخلق القرآن الكريم، وتعرفت ما حينئذ وحينئذ فقط تدرك كم هي ثقيلة جدا كلمة قل هو الله أحد. حينما تكون من الموحدين أطلع الصمدية، أطلع الرتبة الصمدية، فتصمد إلى الله فتجد أنك فعلا قد صمدت، تقول لي صمد، لأن الله هو الصمد، وقد تخلقت بهذا الخلق الذي من الله به عليك بأن أمكانك ويسر لك وفتح لك الباب بأن تصمد إليه. وهذا كله تقرأ ثلث ديال القرآن باش توصل لهذه الحقيقة. فجعله الله للمسلمين في آيات أو في كلمات، بالأحرى كلمات، كلمات تنكير للتقليل، ولكن التقليل تعظيم. أئن لنا لأجرا، تقليل ولكن للتعظيم. فهي كلمات، ككلمات آدم، تلقى آدم من ربه كلمات، وككلمات إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وككلمات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حينما أردف ابن عباس خلفه فقال له: يا غلام يا غليم إني أعلمك كلمات. كلها توحيد، كلها قل هو الله أحد. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، دير انت باش يدير لك الله، احفظ الله يحفظك. جواب الأمر، وجواب الأمر يفيد اللزوم والحتم، انت تدير هذه 100% ربي يدير لك هذه. فهل حفظت الله حقا؟ هل إشكال فين كاين؟ ابدأ. مشكلة حتى البداية ما كنبداوش، ولكن كنقول اليوم غدا كذا إلى آخره. هل حاولت مرة في أن تقول هذه الصلاة عسى أن أصليها خاشعا؟ قد فلح المؤمنون الذين هم في، هذا في العربية الداخل، يعني الظرفية الداخلية، الدخول في الصلاة، في صلاتهم خاشعون. من يدخل الصلاة ما بقاش هنا، راه في السماء، ذكرك في الأرض وروحك في السماء. هذا الشيء ماشي سهل حقيقة، خدمة. أنا قلت بداية الكلام يعني عرق يخدم عليه بنادم، مجاهدة. فحينما تحاول غير واحد مرة تقول هذا المرة أنصلي، أرجو أحاول أن أصلي كما صلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صلى أتباعهم على الأقل، غادي توجد الشيطان يخيف لك بالمرصاد. نقول لك بالضبط ما يقع، يجيك الشيطان من هنا من هنا، يجيب لك المشاريع كلها ينزل عليك، لانه عرف بالله راك باغي تخدم هذيك الساعه، اما كتبغي تخدم تو كيخدم. ولذلك الله عز وجل ينصرك عليه، ما تخافش، واخا يمشي لك النص ديال الصلاه مشى في المدافعه، الصلاه الثانيه تصلي مزيان احسن، ولا تي بعدها انت كتطلع. هذا هو العروج. فاذا بك آنئذ تجد نفسك قد تخلقت بخلق الخشوع، وكذلك في الفاتحة تخلقت بالحمد، وفي الإخلاص تخلقت بالصمدية، ولما يوقع الفزع تقرأ قل هو الله أحد، يتحرك الجبال أنت ما تتحرك شيء بإذن الله. ولقد سبقت كلمتنا، كلمة لعبادنا المرسلين إنهم، شوف شحال ديال التوكيدات العربية، ولقد قد لم قبلنا، سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لا لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هم يمكنش تقرأ القرآن وكتغلب، لست جنديا لله، ماشي غير ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، لكن الإيمان خدمة اشتغال. لذلك إذا بغينا فعلا نعيش رمضان حقيقة ينبغي أن نقطع عن كل الجهات إلا جهة واحدة، جهة السماء. في رمضان مع الأسف نفتح كل الأبواب علينا، على أسف كثير من الناس
يعني يفتحون أبواب اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون. كل كلام بعد كلام الله ورسوله سياق الدين، أقول سياق الدين لغوون. واش أنا في رمضان مسالي 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 التلفزيون، واخا يكون أسيدي فيه الدرس كاع الديني ما عندي ما ندير به. رمضان نفسي نفسي مع ربي، ما نسأليه، ما عنديش الوقت. راه الأولويات في بعض الأحيان حتى في الخير، حتى في الخير يصير بعض الخير عبثا إذا كان واجب الوقت خيرا أفضل منه. أعطيك مثال، واحد مثلا يعني وجبت الصلاة الفريضة، هو جاي ينفل، كينفل إنما يتلقى إثما، ما عنده شيء، الأجر عنده الإثم. وقبل الفريضة أو بعدها على حسب طبيعة الفريضة يكون على أجر، على أعلى منزلة من الأجر. ولكن الناس كيصليوا الفريضة هو ولازمها هذيك الفريضة، هو كيصلي لهم النافلة كيلعب عبث لغو. فلذلك رمضان الإنسان ينقطع إلى الله بتلاوة القرآن لنفسه، خدم لسانك، خدم الجوارح ديالك، تفاعل مع القرآن، يصلي لله، ينقطع، يصوم، ينقطع. ولهذا مهم جدا الإنسان، أنا وأنتم، نهيئ أنفسنا بفترة سابقة. ولذلك سيدنا محمد كان يصوم أكثر شعبان، كان يصوم أكثر شعبان، كان شعبان عند سيدنا محمد مقدمة لرمضان. كيعلم صحابه كيقولوا مراه جاي واحد الشهر ليس من السهولة بمكان. طيب الله تعالى يبارك لنا في الأعمار، إنسان يا أخي لا يدري هل يصوم رمضان الذي بعده. ما نخليه الشيطان يضحك علينا بديك اللعبة المشهورة يعني معروفة، كيقول له إيوا رمضان الجاي تصوم مزيان، هذا الله يسامح داز، من يضمن لك؟ أنا جيت دابا من الصفر لقيت واحد عدد الأصدقاء ديالي ماتوا، سبحان الله العظيم، ومنهم شباب، منهم شباب كان مفروض يصوموا هذا رمضان، الله أكبر، راه في التراب مش هيصوم. بحالي بحالي، حتى أنا كان عندي آمال، كنقول رمضان الجاي اللي بعده، هذا رمضان ما داش هو هذاك، هذا رمضان اللي جاي يدوز هو هذاك. إذا لم تتهيأ له ابتداء فسيفرغ لك الشيطان محتوى. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، وصلي وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.